مساء الخير على السادة المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الحياة وما فيها. طبعا حلقتنا هتكون مميزة ومختلفة جدا لأننا هيكون معانا نماذج مشرفة، بس في البداية أحب أرحب بزميلتي أستاذة شاه. أهلا بحضرتك يا زميلة. أهلا بك يا أستاذ أيمن، وأهلا بكل مشاهدي برنامج الحياة وما فيها. وأحب أرحب بضيفتي الجميلة المنشدة تؤى وليد. أهلا بك يا تؤى. أهلا بحضرتك، نورت الدنيا. نور حضرتك. في البداية كده بقى أعرف السادة المشاهدين نفسك. انا اسمي المنشده طه وليد، الملقبه بفراشه الانشاد، وعندي 9 سنين ونص. ما شاء الله ما شاء الله. عايزينك يا طه في البدايه كده تسمعينا حاجه. هتسمعنا ايه؟ قولوا لي بجمله واضحه. تمام. حب مصر، تحيا مصر. يلا ابدا. قالوا لي بجمله واضحه حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نيه الجمله هي تحيا مصر. قالوا لي ارسمها لما سرحت وتخيلت قصر، عليه حراس كتير وفي وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة يدخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. الجمال ده، ربنا يخلي حالك. الجمال ده بالرغم من صوره سنها جميله ما شاء الله ما شاء الله. قولي لي يا تقي، مين اكتشفك ودعمك؟ ماما هي اللي اكتشفتني واللي دعمني، العيله يعني واصحابي وكده. ما شاء الله، وانت شاطره وجميله بقى. جدا. قولي لي يا تقي، عايزه تكوني ايه في المستقبل ان شاء الله؟ عايزه اكون دكتوره جراحه باذن الله. عايزينك بقى يا تقي تسمعينا حاجه تانية. هتسمعينا ايه؟ عايزين حاجه بقى لسيدنا النبي كده بمناسبه المولد النبي الشريف كان امبارح. حاضر. سمعينا حاجه كده. الى ريح ابل يسرب، الله الله، الى ضياء الموكب، الله الله، الى الزكي طيب، الى النبي، الى النبي، هيا بنا الى النبي، هيا بنا الى النبي، سعيا الى نور النبي الهادي، والرحمة الكبرى على العباد، سعيا الى نور النبي الهادي، والرحمة الكبرى على العباد، ومن يعادي الله فليعادي صبرا جميلا يا اخ الجهاد. الى رحاب اليسرب، الى ضياء الموكب، الى الزكي طيب، الى النبي، الى النبي، هيا بنا الى النبي، هيا بنا الى النبي. ان شاء الله. قولي لي يا تقى، عندك مواهب تانية غير الانشاد؟ الرسم، هوايه الرسم. تمام ما شاء الله. ايوه انت بتنشدي وكمان وبترسمي، ده حاجه عظمه ما شاء الله. قولي لي يا تقي، انت ايه الحفلات اللي شاركتي فيها؟ حفلات الاوبرا، وحفلات مراكز الشباب، وحفلات الاداره التعليميه، حفلات كتير ما شاء الله. انت شاركتي في مسابقات قبل كده؟ ايوه. كان اغلبها المركز الكام؟ المركز الاول. ايه المسابقات اللي انت شاركتي فيها؟ اذكر لي اتنين كده ولا حاجه. كانت مسابقه حفظ القران ما شاء الله، ومسابقه احسن صوت. ما شاء الله بالتوفيق، بالرغم من صغر سنك ما شاء الله عليك، انا فخور بك بجد. قولي لي يا تقى، ايه الاماكن اللي انشدتي فيها في بدايه مجالك؟ قصور الثقافه ما شاء الله. قولي لي يا تقي، اكيد في صعوبات قابلتك في البدايه، يعني مثلا حد قال لك صوتك، ايه الصوت ده، صوتك مش حلو، ايه اللي بتعملي ده، واحبطك، كان رد فعلك ايه؟ يعني انا مش بقول حاجه، بس انا برمي حمولي على ربنا. كنت بقى بتسعي وتجتهدي وما كنتش بتاخدي بالكلام ده، صح كده؟ ايوه تمام. بصي يا تقى، عايزاكي تقولي لي نصيحه للمواهب اللي في سنك.
انصحكم ان يعني فيها انتوا هتلاقوا في حياتكم كتير ناس عقبات كده هتقول لكم هتحبطكم، بس انتوا مش تاخدوا بكلام الناس، لان كلام الناس يعني ممكن يوقعكم، ممكن بصوا بيشتسكوا في كلام الناس، الناس اللي في دماغها ان هي عايزه توقعكم خلاص. ايوه فعلا. فانت خلي اللي في دماغك تحققه، والموهبه اللي عندك حققها، عشان لو انت ما حققتش الموهبه مش يعني مش هتعرف تحققها بكره، هتتكسف، فانت قولها دلوقتي وحقق طلع اللي عندك. بالظبط، واهم حاجه الثقه في النفس. ايوه كده. طبعا. الله ينور. ما شاء الله عليك يا طارق. مجهزين لنا ايه تاني بقى؟ عايزين نسمع بقى حاجة وطنية. حاضر. مجهزين لنا ايه؟ مصر التي في خاطري. تمام، ابدأ. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحيمة والوطن. من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا، نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم. من عمرنا وجهدنا عيش كراما تحت ظل العلم. تحيا لنا عزيزة في الأمم، عيش كراما تحت ظل العلم. تحيا لنا عزيزة في الأمم، أحبها لظلها الظليل بين المروج الخضر والناخل. أحبها لظلها الظليل بين المروج الخضر والناخل. نباتها ما أينع مفضدا مذهبا، نباتها ما أينع مفضدا مذهبا. يختال ما بين الربا، يختال ما بين الربا. بني الحيمة والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا، نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم. من عمرنا وجهدنا، من عمرنا وجهدنا. جميل قوي يا طه، ما شاء الله عليك. عايزينك تسمعينا حاجه كمان. طب قبل ما تسمعينا حاجه يا طه، تمام، انت بتميلي ليه اكتر، الوطني ولا الديني ولا ايه بتميلي ليه اكتر؟ هو انا الصراحه يعني الديني والوطني دول اللي هما الاثنين اللي انا بغنيهم دايما، بنشدهم دايما. تمام. اما اغاني غير كده انا مش فيها. تمام تمام. استاذه شاده بقى عايزه تسمع حاجه، هتسمعني ايه؟ تحب تسمع ايه؟ بس حاجه صغيره كده عن التفاؤل. مش مجهزه حاجه؟ تمام. طب اجيب بقى كلمه شكر اخيره، حابه تشكر مين قبل ما نختم الحلقه؟ حابه اشكر ماما وبابا، واشكر عيلتي اللي وقفت جنبي، واشكر كل الناس اللي وقفت جنبي ودعمت. تمام. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. من نبرة الصوت بدأت الحكاية، ومن شعلة الموهبة ظهرت الرواية. رواية فن وذوق وإحساس. مستمعينا الكرام، صباح الخير. لو أول مرة تسمعوني، أنا شهد جميل، فويس أوفر مصرية. صوتي يستطيع أن يملأ العالم بالحب، وتستطيع أن تشعر به وتفهمه أينما كنت. دعني أحلق بك وأخذك في جولة عبر طبقات صوتي.
نداء أخير إلى السادة المسافرين على متن الطائرة، رجاء ربطوا الأحزمة وأتمنى لكم رحلة سعيدة. أدفعك نحو المحيطات لتصارع الأمواج دون أن تلمس الماء، ثم أنجو بك إلى الشاطئ، وهناك هتلاقيني بحكي حكايات لحبايبي الصغيرين، وما بين كان يا مكان وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حكمة يتعلمها الكبار قبل الصغار. وأسنفر سنفرة السنافر وأهرب معهم من شرشبيل الشرير، ونطلع جري على الغابة علشان نلحق حوار الساحرة الشريرة مع روبانزل. أظن أنه بيحبني. بيحبك بس يا روبانزل، بطلي عبط. بس يا ماما، ده اللي كنت خايفة منه موت. قصة حب وهم وصدقتيها، وده يؤكد لي البراءة اللي انت فيها. هيحب فيكي ايه فوقي بقى لنفسك؟ مش معقول فاكره واقع في الحب. أعزائي المشاهدين، نرجع لكم بعد الفاصل ومكملين في الفقرة الثانية مع أستاذة ياسمين العاصي. موضوع الفقرة هنتكلم عن حب الذات، بس قبل ما نتكلم في موضوع فقرتنا حابب أرحب بضيفتنا الجميلة أستاذة ياسمين العاصي. أهلا بك يا أستاذة ياسمين. أهلا بك يا أيمن، وأنا مبسوطة جدا إن أنا النهاردة ضيفة معاك، لأول مرة بطلع ضيفة. ده شرف ليا والله. وأنت عشان أخ وغالي عليا أنا لبيت الدعوة، وده شرف ليا إن أنا معاك في البرنامج، ومبسوطه ان انا معاكي النهارده. تسلمي، ده شرف ليا انا والله. شرف ليا. فاضله طبعا. الله يعزك يا رب. اهلا بيك يا استاذه ياسمين، نورتينا. اهلا بيك يا شهوده، ومنوره الدنيا، وان شاء الله تبقى بدايه خير باذن الله. برنامج الحياه وما فيها برنامج انا شايفه وبقول لايمن دايما انك ناجح، وان شاء الله هتوصل لحاجات كبيره جدا جدا، لان هو مجتهد جدا، وانت كمان يا شهوده حد جميل قوي. تسلمي يا رب على الله. نبدا بقى موضوع فقرتنا. تمام. عايزين نعرف يا استاذه ياسمين ازاي نقدر نحب نفسنا وذاتنا عشان نقدر نحب غيرنا. بص مش هخليها بقى استاذ ايمن، انا هقول يا ايمن. طبعا انت اختك الكبيره. الله يخليك يا رب. بص انا عايزه اقول لك، مفيش حد ممكن يكون مش عارف يحب نفسه هيعرف يحب غيره. مفيش حد قادر يدي لنفسه ثقه وحب وخير هيعرف يديه لغيره. انت ازاي هتكون انسان مش عارف تنجح، مش عارف تقول ان انا حد كويس، اني لازم يكون عندي ثقة في نفسي. مش معنى ان انا يكون عندي ثقة في نفسي ان انا اكون مغرور. في شعرة صغيرة بين ان انا يكون عندي ثقة وبين ان انا اكون انسان مغرور. بالظبط، عشان عايزين نوضح المعنى ده، اصل بيتفهم بمعنى تاني. طبعا بيتفهم غلط. لا، ان انا يكون عندي ثقة في نفسي للأسف هي بتيجي من الصغر. يعني بتيجي منين؟ من اساس التربية. بالظبط. انا مش دكتورة، ولكن شفت كتير تجارب في الحياة سواء معي او مع غيري. الثقة بالنفس بتيجي من التربية، اساسها التربية. هو التربية طبعا، سواء كان الطفل او الطفله مدلله او بيقصوا عليها. يعني اذا كان حد مدلل بيكون ليه شخصيه معينه، اذا كان حد بتقصوا عليه الاسره او العيله برضو بيكون ليه شخصيه معينه. طيب يا استاذه ياسمين، عايزينك تقولي لنا ازاي نقدر نساعد نفسنا اننا نعدل من سلوكنا عشان نربي اولادنا، لان زي ما حضرتك شايفه جيل اليومين دول. بالظبط، هو ده اللي احنا بقى بنتكلم عليه. ازاي انا ابدا من الاساس؟ ما ينفعش اجي ابني عماره ويكون اساسها مش صح. بالزبط. يعني ما يكونش الاساس بايظ ومش كويس وتيجي تبني عماره هتتهد. بالظبط، الركب كله على الاهل وهتقع. بالظبط. طيب نقول بقى لو الاهل ما كانوش هنا. النهارده في سوشيال ميديا، في دكاتره موجوده على اليوتيوب، ممكن نروح لدكاتره نعرف منهم يا دكتور انا ازاي اتعامل مع اولادي، انا ابني مثلا بيتعامل كذا، طب انا ازاي اصلح من ده. انا ممكن يكون مشكله عندي انا كأم اصلا. بالظبط. ايوه فاهم. وفي مشكله كأب برضه. فطيب احنا لو عدينا المرحله ديت، وانا كبرت اوريدي خلاص، وانا دلوقتي شاب او راجل او ست، طيب انا اعمل ايه؟ خلاص اسلم واقول شماعه هعلق عليها وافضل اقول المشكله ان انا شفت حياه قاسيه او شفت حياه صعبه او اتربيت غلط؟ لا طبعا. لا،
نحاول بقى نصلح من ده. ازاي نصلح منه؟ ان انا اقعد مع نفسي اشوف ايه الاخطاء اللي عندي وايه الايجابيات اللي عندي. مفيش حاجه اسمها ان انا حد يقول لي انت فاشل فانا فاشل. انت وحش. ما ده اللي انا عايز اتكلم فيه بقى. ازاي ندي بقى، عايزين بقى ندي لنفسنا الثقه، ازاي نثق في نفسنا بحيث ان احنا نثق في اللي حوالينا. ما اسمعش بقى للسلبيات. لو طول الوقت حد بيقول لي انت فاشل، انت وحش، انت مش كويس، انت كذاب، انت انت انت، ولا نتقدم ولا نتاخر، مش هقول ما نسمعهوش علشان هو وحش. ممكن اخد اللي بيقوله دوت احوله لنفسي. ازاي انا اخد منه؟ طب ما هو لو شخص واحد بيقول لي كده يمكن متضايق مني، يمكن بيحقد عليا، يمكن مش حبيب لي الخير. بالظبط، بنلاقي ده في كتير في حياتنا. طب لو انا حصل اجماع من كذا شخص بيقول لي مثلا الطرحه دي مش حلوه عليكي، اللون ده مش لطيف عليكي، الجاكيت ده مش حلو عليك، طيب ما انا ما ينفعش ان انا اعمل نفسي مش شايفهم. لازم اخد كلامهم ده واقعد افكر فيه بالظبط، هل ده صح ولا ده غلط. طيب هو ده فيا، ما جايز كلامهم صح وجايز كلامهم غلط. بالظبط. طب ما انا ممكن يكون انا جايز كلامهم صح بس انا مش عايزه اشوفه. انا مش عايزه اشوف ان ده صح. لا، لازم انا اقعد افكر مع نفسي الاخطاء اللي فيا اصلحها. حتى لو كانت صعبه، بس واحده واحده مع نفسي. لازم يكون برضو معانا ناس حوالينا. مفيش حاجه اسمها ان انا ارميك في البحر وانت ما بتعرفش تعوم واقول لك عوم. صح، بالظبط. لازم حد يساعدني. علمني الاول ازاي اعوم علشان ما اغرقش. طب انا لقيت حد بيساعدني، لازم انا كمان احاول اساعده. بالظبط، ما سيبهوش يساعدني لوحده، ما هو كمان هيتعب. لا خلاص اغرق بقى. ان احنا نفرق ما بين حب الذات والغرور. في فرق كبير بين حب الذات وبين الغرور. في ناس بتاخدها حب ذات، يعني انا لازم ما اشوفكش ومش عايزه اسمعك وانت بتقولي ايه، لا انت مش فارق لي كلامك، وانت بتقول ايه انا مش فارق. لا، ما ينفعش. بالظبط كده انا مغرور. ان انا اكون عندي ثقه، انت نظرت على الحته ديت، مش لازم اقول لك لا انا مش كده. ما ممكن اكون كده، بس انا فين بقى اصلح ده؟ ده الاهم. طب يا استاذه ياسمين، عايزاكي تقولي لي ممكن الشخص يتعلم قبول عيوبه او اخطائه كجزء من حبه لذاته؟ هو ده اللي احنا بنقوله، تقبل. ما ينفعش ان انا اقول ان انا وحش طول الوقت فانا هكره نفسي. طب انا لو كرهت نفسي مين هيحبني؟ بالظبط. انا بقول دايما ايه، طول ما انت شايفه نفسك حلوه لابسه كويس، سواء راجل او ست، انا مش بتكلم عن حد الحديه. أيوة يعني. وانا ماشيه انا شايفه ان انا حلوه وجميله وواثقه في نفسي، وانا النهارده انا عشان اطلع على كاميرا زي دي بالظبط لازم يكون عندي ثقه في نفسي. الله. حتى لو انا ما اكتسبتهاش من الصغر، وحتى لو ما حدش اديها لي، لازم انا اكتسبها. لازم انا اديها لنفسي. لازم احب نفسي. ما ينفعش ما اكون كاره نفسي واحب الناس، مش هحب الناس. بالظبط. احب نفسي اولا عشان اعرف احب غيري. بالظبط، هو ده المعنى الحقيقي. ده المعنى الحقيقي. لحب الذات. بالظبط، مش الحب الذات ان انا اكون مغرور. لا، اسمع لك. ايمن مثلا النهارده، حتى لو انا في شغلي وفي عملي، انا مثلا بقالي 20 سنه وايمن لسه داخل بقاله سنه او اتنين. طب ما انا ماشيه على نظام معين بقالي سنين. طب يجي ايمن يقول لي استاذه ياسمين مثلا، او ياسمين التليفون هنا شكله مش لطيف او مش حلو. لا لا لا، ايمن ده ما بيفهمش، او مثلا whatever. انا مش بتكلم عن شخص اللي لا، انت ممكن اللي لسه داخل عليا جديد ده يشوف حاجه انا لسه انا ما شفتهاش، لان انا ماشي على روتين. انا ماشي في حياتي على روتين. لا، انا بتكلم لو انت ما تقبلتش الوضع ده يبقى ده غرور. غرور، وبعدين هتقع. بالظبط، مفيش انسان مش يعني طول الوقت شايف ان هو صح، مش هيقع. عادي ان انا اتقبل ان انا بغلط، ما فيهاش حاجه، واعتذر، وليه حق اللي قدامي يتقبل الاعتذار او لا. مش مجبر اللي قدامي انه يتقبل اعتذاري. ليه؟ لان انا المفروض اكتر من مره. طب انا ارتكبت الغلط ده مره واثنين وثلاثه واربعه، طب انا هفضل اغلط كده كتير ومطلوب من كل اللي حواليا يتغاضوا عن ده او ما يشوفوهوش؟ ما ينفعش. ما ينفعش طبعا، لازم اكون كده. طب هو حب الذات مرتبط بتحقيق النجاح الشخصي والمهني؟ طبعا. انا لو مش حابب نفسي هنجح ازاي؟ انا طول الوقت شايف نفسي وحش وفاشل ومش عارف اعمل حاجه، هنجح ازاي؟ ما انا هفضل فاشل. صح. او على الاقل انا عارف اني انا عندي جزء معين، هفضل طول الوقت مش هطلع بره الجزئيه دي. انا سقف طموحي لحد هنا ووقف. بالنسبه لي. ايوه. طيب انا هكبر ازاي؟
هنجح ازاي؟ هفضل في نفس الحته اللي انا واقف فيها، لا هطلع ولا هرجع، ممكن ارجع بس مش هطلع. تمام. لكن الاهم ان انا اشوف ان عندي قدرات، طب ما عنديش انميها. ادور. النهارده السوشيال ميديا فيها حلو وفيها وحش. فيها الايجابي وفيها السلبي. تطور من نفسك وتاخد بقى الايجابي. ما تقولش انا وحش خلاص انت هتعب كده، لا مش هينفع. بدل ما انا قاعد مثلا اقعد افكر في ده عمل معايا ايه ودي وحشه وازاي ده قال لي وازاي، لا انا اقعد اطلع فيديوهات تنميه بشريه. بالظبط. مش لازم اكون دكتور، بس انا ممكن مع السماع تتعلم طبعا. لا انا برضو الحته دي فيها مثلا ما كانتش حلوه، لا انا لازم انميها عندي، ده انا اعدل الحته دي مثلا، اغير. ما فيهاش حاجه. ما فيش انسان اصل مش هيغيرك غير نفسك. بالظبط. لو انت قعدت 100 سنه تحاول تغير في شخص ومش عايز تغير مش هيتغير. لازم انا اخد القرار الداخلي من نفسي. انا هتغير للاحسن. انا هنجح زي المدمنين النهارده. طب بمناسبه السؤال ده بقى، اتفضل. ازاي بتاثر العلاقات الشخصيه سواء بقى كانت ايجابيه او سلبيه على حب الذات؟ مش على حب الذات بقى، هي بتاثر على الشخصيه عموما. يعني طبيعي ان احنا في حياتنا بنقابل علاقات مؤذيه كتير. كتير اكتر من الايجابيه. طيب انا هنا بقى اتعامل مع الناس دي ازاي؟ انا لازم يكون شخصيتي كويسه وقويه. ما ينفعش ان انا يجي حد شخصيه مؤذي اسيب له نفسي، اسيبه يأذيني ويبهدلني ويشتمني ويقل من نفسي ويقل من ذاتي. خلاص انا ما بقاش انا شخصيا عندي ثقه في نفسي. بالظبط. لا انا في علاقه مؤذيه قدرت اصلحها، قدرت ما قدرتش اقفل الباب وامشي. بالظبط. مش هفضل اسيبك تأذيني كتير. لان ده بيأثر عليا، بيأثر على اجتماعياتي، على اسلوبي. خلاص انا بفضل طول الوقت شايف ان الناس كلها وحشه. بس فيعني عايزين نقول للناس نصيحة بقى أخيرة قبل ما نختم. يعني نصيحة مني أنا، أنا مش برضو دكتورة وفي علم معين، بس أنا شفت تجارب كتير سواء أنا أو غيري. شوف العلاقات اللي في حياتك وأقعد كده مع نفسك، شوف مين اللي بيديك إفادة، مين اللي بيضرك، وشوف أنت هتتعامل معاهم إزاي. طيب الوحش أحاول أصلح منه، ما تصلحش أقفل له الباب بتاعه. بالظبط. واخد بقى إيجابي، اشوف الايجابي علشان يعليني ويكبر، عشان اقدر ان انا اعيش واكمل في حياتي. بالظبط. بالظبط. لان انا النهارده ام وانت اب بكره. فلازم نركز في ده جدا. بس. وانا مبسوطه ان انا معاكم. انا بشكرك يا استاذه ياسمين. الله يخليك. وجودك طبعا كان شرف ليا والله. انا اللي بشكرك، لان بجد يعني تجربه بالنسبه لي غريبه ان انا اكون ضيفه، بس انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم. انا اللي مبسوط بيك والله، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليكم يا رب، الشرف ليا وربنا يوفقكم. انا بشكرك يا استاذه شاهد، كانت حلقه جميله جدا بوجودك المذيعه المتالقه، وان شاء الله يكون في حلقه جميله بوجود حضرتك كمان، مكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وبكده انتهت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده من برنامج الحياه موافيه، واشوفكم على خير.